والله مجزرة لا يقبل عليها الله ولا رسوله ولا إنسان شريف. أول شيء هم هي الدولة تقول الطرف الثالث، يعني اللي ترتكب هاي الجرائم الطرف الثالث. نتمنى من الدولة ومخابراته أنه تبين لنا من هو هذا الطرف الثالث، يعني من هو؟ هل هم ميليشيات؟ هل هم ما يقدرون يسيطرون عليهم؟ حتى احنا الشعب يعني نتصرف وياهم، نعرف شلون نتصرف وياهم. إذا هم يقولون احنا ما نعرفهم والشعب حاير، يعني ما اعرف الصراحه ما وين يريدون يوصلون ويانا، ما اعرف. هم سحبوا من المنطقه زين. والشغله الثانيه اذا هم ما عندهم سلاح حالهم من حالنا، ايش راح يسوون يعني مثلا؟ لا هم سلاح ما عندهم، يعني سلاح ما عندهم وهم ذولاك شايلين سلاح علينا، ايش راح يسوون مثلا؟ مال حشد ولا مال حشد؟ بي كمان من مال حشد اجوا هم بزيهم، بزيهم معروف يعني ما حد يعرفهم، ورسموا 2 مليون هم القاده مالتهم، جاي يحققون وياهم، جاي يحققون وياهم. لازمين 2 قياديين، والقياديين من هم؟ جماعه قيس كافي خوف، جماعه قيس الخزعلي البوحة طبوا علينا. لا قيس الخزعلي كافي. شنو هالشهداء؟ هاي باو هناك شنو المزدره؟ هاي ما الله اكبر. جماعه من؟ قيس الخزعلي. انا ابن شعب التسعه خابرت عليه قفل التليفون. هذا الولد همه كان وياه هو هذا صاحبي قال ابنك خذوه فوق صعدوه، واحد يقول قصور قلتوا شمروه من فوق، ما اعرف هسه وين صفى بد. وهسه خابر الجماعه قالوا الفوق كلهم كتلوهم اخذوهم بالسياره وطلعوا بيهم، يعني ما مخليهم ولا واحد عدل فوق. تو اصعد فوق شوف الدم الرقع فوق كله الرقع ما الدم. البارحه هم طبوا علينا هنا بالقراج، طبوا نصبوا شوادرهم نصبوا البطاطين زين، كملوا وضعيتهم بالليل بالشوبينة كل الخيام القديمة هم ركزوا الأسماء، وهاي اجوا وخذونا كل احنا زين. نزلوا للباب هم كتلوا للباب، فتحوا للباب صعدوا سياراتهم كلها سلاح زين، كلها بيكيشيات اجا طبلك ما تعرف شنو ما شنو زين. الطاب حصرونا فوق كسرونا تكسر، صعدونا لفوق للطابق الأول فوق على السطح ذبح بالكترات دق زين، رمي بالمسدسات هم صوبوا جماعه شتفونا هيك، خلوا راسنا على الحائط دنق لا ترفع، بس ترفع راسك يطقك فوق اكو زين. وبالاخير هم اجوا انسحبوا خذوا جماعه، خذوا جماعه صعدوا بسياراتهم لفوق، عندهم تكتكات عندهم سيارات هي مال حشيد نفسها كوسترات، خذوا الجماعه وانسحبوا. احنا 15 واحد اخر شيء نزلونا وين جوا بالباب زين 15 واحد، والله الاسماء موجوده هم سرايا خرساني والعصائب موجود هم حشد كلهم حشد. السلام عليكم. انا بواحد جيت بالاحرار جاي احكيك الساعه 12 الظهر، جيت من الاحرار لزموني موتون تموت بالدونكياس الساعه 12 الظهر، جيت لهاي المفرزه دواني مضروب ضربوني مواسي دواني، قالوا اقعد هنا بالساحه ارتاح شويه، خليت لغافيه قعدت الساعه بالليل قعدت صار رمي منا ومن هذا الشارع صار رمي. نزلوا ولي الشباب لابسين ذني شفقات مال حشيد وبدلاتهم كل واحد بقد الولد، وشباب بعدهم كل واحد شايل نص قمش اللي يقول لك رمي فوق ما حد كله كذب بالساحه ركضنا. اجى الولد هنا وتك تك قال يا ولد حاصرونا، طلعونا من هنا من الجراج مال سنق، طلعت لنا كوسترين وثلاث بيكامات مال الشؤون البيضاء، ثلاث بيكامات وخمس مونيكات وكلها ولي الشباب وهيك هم محصورين بيناتهم. طلعونا بيكامات اللي بيكامات ظلوا يرمون قص، ظلوا يرمون على ذني عمر على المواكب. انا حصلت كذا ولد وياي كانوا نايم كذا وياي، صعدوا بالهاي بالمونيك فتحوا له صندوق اللي ورا صعدوا، بس اللي يقول لك هذا مال الشغب وهاي لا مو مال الشغب، هاي هاي احكي لك يا هاي شفقات زيتونيه وللشباب بعيوني شفتهم ذولا حشد ذولا حزب الله والعصايب والسرايا خرسان ذولا جاي احكي لك يا هم هم جاي يجون ياذونا يوميا ترى يوميا تلعب حال، لو يجونا كماسي لو يجونا كترات وهاي كلها اجتماعات. هذا المهندس ابو مهدي هاي كلها جاي يسويها
على مشين يخربون سمعة المنتظرين. جاي لك بيناتهم جماعة عمال الحكيم هو داسهم وجوا كل سلاح أخذوا الجسر وصيدوا وعمروا على الشغب ودتشونا وكضونا هنا وراحوا طلعوا. هي كلها الأحزاب خار طبونا كوسترات وحوثيات طبونا اللي جاي حتى عتم سيارات صفر اجوا فتشوا واخذوا غراض وهاي كلهم باقوهن وطلعوا كل الاحزاب هاي خالد كلهم باق كلهن حتى الفلوس والجقاير اخذوهن. ترهبكم لا حج نستمر منا نحب من نموت قضون. انا عندي دخانيه قلت انت من جماعه الجوكر عندي دخانيه معلقه هنا قلت انت من جماعه الجوكر قلت والله ما اعرفه خلى بدي شناطه دقال نام تظل شلون انه بجد قال انت تعرف الجوكر قلت له والله ما اعرفه قال احنا ندور على واحد طلعوه من الجراج عنده لحيه بتك تك صفرة والريدة هذا الولد قلت له اخويا ما نعرفه قال لا انت تعرفه لان هذا الرمز بيناكم قلت له اخويا المداري انا مخليه قال ماكو وضربنا ضربتين قام اللي علينا قلت له ما قمنا نحلف له احنا خمس نفرات اخذوا واحد واحنا اربع هدونا وراحوا قالوا بعد احنا منا وراح نوديكم روح بعد لاهلكم ولا تجوا للمظاهرات اللي قال هاي المظاهرات انتم خربتوها وهاي وما اعرف وهاي الكلام ذا علينا. ناس ارهابيين قتله مجرمين عندهم قتل الانسان لا شيء. يعني معقولة أمس يجون حوالي بهم 300 مسلح يجون يخطفون حوالي 150 ويقتلون أكثر من 20 شاب حلو بريعان الشباب يقتلونهم بدم بارد بدون ذنب. وين المرجعية؟ شنو دورها؟ أردبتين بالمرجعية شنو دورها؟ مجرد تطي مال على الأحوط وجوبين وشفنا الهلال وها هي عم البلد انتهى البلد راح. يعني يوميا يستخرجون 5 ملايين برميل نفط يصدرون 3 ملايين ونص ومليون ونص يسرقونه وال 3 ملايين ونص اي الاحزاب احزاب السلطه احزاب الضيم كافي يعني كافي مللتونا كافي والله بعد هاي الشيء ما اقدر احكي بعد شو اقول يعني ما اللي جاي يصير هنا داخل جراج السنك واللي صار البارحه اكو مجموعه من المندسين اللي هم الاحزاب الاسلاميه واللي دخلوا البارحه باسم المرجعيه اللي هم تيار الحكمه وبدر والعصائب واكو داخل هذا الجراج من ضمنهم جماعات على اساس انه هم متظاهرين وشايلين سلاح انه هم يحمون المتظاهرين اللي هنا. فاللي حصل بالعكس اللي حصل غير هذا العالم اللي انضربت من قبل هاي الجهات من اجاهم الاسناد بالحوثيات سيارات الحوثيه مالتهم زين اي الجهات اللي ضربت وخلي نقولها الأحزاب بدر والعصائب تيار الحكمة كتائب حزب الله الخرساني والنجباء هذول اللي دا يضربونا ليش غير اكو سبب احنا طالعين اليوم على حقنا. هم فلوسنا وين دا تروح؟ دا تروح للأحزاب. فلا تصدق انه هاي المليارات راح يتركوها من أجلنا لا لازم نطي دماء ومستعدين نطي دماء وهاي مالاتهم من الصير عركة أو شيء أو اختلاف بالليل يقومون يطلعون هاي سوالفهم هاي خل صورها زين وذن الكترات وذن الشسمه أذن كلهن دن القاهن عندهم ديدتشون دي يطبوا باسم مفرزة طبية وبعدين من تفتشة تلقاه نقيب أو ناس تدعي أنه هي بالحشد احنا ما نريد هاي المسميات بعد. وثق بالله يشهد الله ورسوله اي واحد اللزمه من هاي العصابات هسه شكلنا لجنه امن المتظاهرين وبلشنا بيها من هاي اللحظه اي واحد من هاي العصابات راح اللزمه راح انكسره تكسر وما ننطي ونحارب بسلميتنا ونبقى هذا علمنا علم شنو المتظاهر الشايل وبايعين ارواحنا زين شايل علم واحنا كلنا هنا خل اقول لك اياها جينا ندعم المظاهرات ببغداد من المحافظات تلقانا كوت ناصرية عمارة والله أنا من الكوت.
حتى العماير هذا رصاصهم هذا هم المجرمين هذا هم الخونة طيب اساس اللي صار هسه هم هذول اللي يجون باسم الدين وشكوا معمم بالسياسه هم حراميه هم الاساس الرحمه والخلود للشهداء الابطال. اول شيء الاحزاب التابعه لايران هي اللي قاعده تحارب، والقمعه البارحه احزاب تابعه لايران وهي ثلاث فصائل ومعروفين. قبل ثلاثة ايام اجاهم امر بان ينهون تظاهرات باي اساليب، هددوا قبل بساعه كرسائل وكأسماء، وخصوصا أهل المحافظات جايين البغداد لهنا اعتقال بالمباشر لهم، خصوصا الجايين. البارحة اللي صارت المجزرة بالهاي ذبح وتنفيذ بيهم وشنق وجثث ولا جثة وماخذين ناس معتقليهم، هاي قضية. القضية الثانية المحافظات دير بالكم قاعد تصير علاسة بها واعتقالات وقاعد يضررون خصوصا كربلة قاعد يحرقون بها بيوت منهم الأحزاب، لان بهيك مناطق راح الاحزاب خصوصا جماعه ايران نعدتهم كتائب حزب الله والعصائب وعندك نجباء معروفين كلها ما حد ما يعرفهم صح لو لا، فهم ذولا اخذ الحذر من عندهم وثق بعزه الله الثوره مستمره وما نرجع لو على رقابنا، ثق بعزه الله ودم الشباب ما يروح وان شاء الله منصورين. طبت بعلومهم يدرون بيهم طبعا يدرون بيهم لا اربع ثلاث كوسترات واربع بيكمات وستاركسات ثلاثه طبوا بس من رخصتكم طبوا مشات طبوا ربعهم مشات وتلقوهم من هناك من ساحه الخلاني وبدا الرمي تصفيه هي وهذا الشيء مو من البارحه محضرين له قبل ايام والهم خيم بالقراج عرفت شلون والهم ترتيبهم والهم مضحهم عرفت شلون، فهاي الشغله مو مال يوم وليله امرتبيها ويعرفون بالاشخاص اسم وصوره يعرفون ما عاد واحد وخصوصا النايم او الى هيبته بين المتظاهرين، فهم مترزين على هاي على مود ينهون التظاهرات وان شاء الله ما نرجع باذن الله. عاش الحسين بالجاده عاش العراق عاش العراق اخوان وفيتوا وكفيتوا رحم الله والديك انه احنا نشكركم لانه رجعتونا الهويه الوطنيه وقبل اياديكم وقبل اياديكم لان اشتغلوا على مدى 16 سنه لتفتيت هذه الهويه والنسيج الوطني، انتم خربتوا شغل 16 عام عليهم واجبنا هذا عم واجبنا ارجو من عندكم صمود وان شاء الله زائرون بهيك اجواء وبهيك هم ما يعيشون ترى يعني مثل واحد الوطن إن شاء الله. حشره هي بكتيريا ما تعيش بغرفه نظيفه فهذه صحتكم انتم وقوتكم برحمتكم. بخصوص البارحة يعني لا دولة عندنا لا قيادة عندنا لا جيش عندنا، كفر من السماوات إلى الأرض شرطي أو جندي يأخذ راتب بالعراق، خل تتفلش كل شيء خلي تفلش. البارحة اللي صار مجموعة سيارات يقودوها ما يقارب 50 إلى 60 شخص بنص بغداد وسط بغداد يطلقون إطلاقات نارية على شعبنا على وطننا. زين هذا بيتنا، أنتوا لا تستحون لا تستحون لا تقلدون لا مراجع زين ولا تهتمون بدولة ولا يقودكم أحد، قاعد يكتوكم العصابات وهم الأحزاب عصابات. لا تتبع يا شعب العراق بعد ماكو مراجع ولا اكو أئمة ولا اكو أي شيء، العراق الأحزاب جاي تقتلكم الأحزاب الموالية لإيران. عرفت شلون؟ وأنا شاهد عيان الباحة جت هنا يعني عرفت شلون؟ اي منها طبون ما في شيء صوروا هذا البارحه مصور الله لا يوفقك السلام عليكم. احنا البارحه هنا قاعدين على الساتل، احنا محافظات تيم المحافظات هنا قاعدين، اجونا من هناك اجونا من قراج هم بدوا طلعوا من نص القراج ما جو بالبدايه
طلعوا بنص قاج، قاموا يلمون على قاج، طول الامان شويه شويه وصلوا الساطق، قلنا احنا هنا تمطلنا، قال تعال نزدوا واحد واحد، قلنا احنا هنا نموت، هذا الجسر اخذناه بالدم وما نعرف الا بالدم، اخذناه بالدم تعبنا، دم الشهداء ما نطي. اجونا هنا شويه شويه احزاب، اجونا لابس مناظر وبالموده، بها لابسه تراكات، بها لابس بطلون ما تعرف، ولابس درع وستاح. اجانا واحد عنده دبكشن، قال تعرف هاي شو اسوي؟ قال هاي من اطقك بها الا فجر راسك. كذا تليفوناتنا جميع واحد مصور بالمظاهرات هاي، جميع مسحوا الصور وقام كذا كلبشة واحدة، كذا واحد هنا، كذا واحد هنا صور دتشوه هنا دتشش وخذوه، ما مو بس دتشوه عفوا خذوه وياهم وحملوا كوسترات ومشوا. حول حادث البارحة الناطق الإعلامي عبد الكريم خرف أثار شبهات، غير الموقف، قال لا ليس مثل ما يقولون جيش أو الشغب أو كذا، أثاروا شغب بيناتهم على أساس صار اشتباك بيناتهم المتظاهرين، يعني هيك الحجة كانت، وحرقوا طوابق بيناتهم، صار إشكال شاكسات وحرقوا، يعني هاي تبرير الدولة. سيارات أنا أقول لك أي نعم، عصابات الميليشيات المستفيدة وما يردون. هو شو عادل عبد المهدي وداخل يروح على 50,000 عادل عبد المهدي، عادل عبد المهدي مثل ما يقولون حديد عن الطنطرة مخليه، هم يبقون براسه ومستفيدين براسه، استثمارات ونفط وغيرها وغيرها وعلاقات تحز سلطة ومال، هاي وين يلقوها؟ تكل عقلك إحنا. الاحزاب اذتنا، هاي الاحزاب البارحه اللي قمعت شبابنا، هاي الاحزاب ما نريدها، البرلمان لازم ينحل والحكومه كلها ما نريدها، لانه جاي تقمع بالشعب مالنا، شعبنا تاذى، شبابنا جاي تروح هيك، شنو ذنبها هاي الشباب؟ نريد وطن، نريد وطن صافي، ما نريد بيه اي واحد يتدخل من كل دول العالم، ما نريد احد يتدخل بينا، نريد بلدنا نقوده بدينا، ما نريد احد ياكل بنا، جاي يوزعون خيراتنا للدول الباقيه المقابلين، هاي الدول المجاوره كلها جاي تاكل بخيرنا واحنا كاتلنا جوع. والبارحه اللي سووه الاحزاب ما حد مسويه، ماكو انسان شريف اليوم يسوي اللي سواه البارحه، سووه على الجسر هنا، ذبحوا الشباب، اذونا، هاي الشباب شنو ذنبها؟ نطالب الامم المتحده بالتدخل السريع، ننزل لهم عقوباتنا، ذولا مجرمين حرب، ذولا اذونا. اي والله الشباب ما تتراجع ان شاء الله، الشباب باقيين لاخر قطره، واحنا وياهم اخر قطره، احنا هنا موجودين، ما حد ينسحب الا تنشل حي الحكومه كلها، ما نريدها. يعني هسه والله عجيب، يعني بشر يقولوا له يابا، هو ما يسحب لي روح لبيته، يقولوا له يابا تعال، الشعب ما يريدك، هي من قوايا بيهم، نفس الحكومه بقوايا بيهم، هم كلهم ما حد يريدهم، ما نريدهم، يا الحكومه كلها ميليشيات، كلها عصابه الحكومه مالتنا، يا شتت لي الحكومه، جابت لي ميليشيات، دعم من ايران، ميليشيات، سلاح من ايران كله، بدهم بالعالم، شنو ذنبهم دول العالم؟ شنو ذنبهم؟ عاش العراق، عاش العراق، عاش العراق، عاش العراق، عاش العراق، عاش العراق. We'll be right back.
شنو طلبوا وطن؟ شنو طلبوا؟ ما نبكي عليهم، ما نبكي، ما نبكي. ثوار ثوار يظل ثوار وابطال، لان اللي اجوا غدروهم غدر جبناء، اجوا غدروهم غدر وجبناء، ما نبكي عليهم، ما نبكي. ويكون الثوار صامدين ايد واحده. احنا ما توعنا اليوم جينا، احنا نحاسب اللي طببهم، خلي يحاسبون اللي طببهم. واقفين على الصباح اللي طببهم، مين طببهم؟ هو هاي المشكلة. احنا اللي طببهم منو؟ السيارة ما يصلي عليهم. ما نبكي عليهم، الشهداء ما نبكي عليهم، ويبقون الثوار ايد وحدة، ايد وحدة لا نحقق النصر، نصر العراق. احنا وجودنا بسلامة هؤلاء الثوار. ومطوا حياتهم من اجل الحياة. وجودنا بسلامة مطوا حياتهم من اجل الحياة. سلامة الشهداء. حرة كريمة عزيزة. من اجل اولادنا، من اجل احلامهم، من اجل اطفالنا. لعنة الله عليهم وعلى جبناء. وعلى ميليشياتهم القذرة. عندهم فشي وياهم خلي يجون، عندهم فشي وياهم يواجهون، ما يكسرون اي شيء. ليش يطبون؟ من طببهم؟ من طبب السيارات؟ وين الجيش؟ وين الشرطة؟ وين الأمن؟ وين الاستخبارات؟ وينهم؟ ليش طببوهم؟ شو اسمهالهم؟ احنا الطب يفتشونا، احنا الطب نتفتش لما نطب. انفارات وسكستينات رمان. ما نبكي. وكاميرات حرارية موجودة. كاميرات حرارية موجودة يندلون. كاميرات قاطعين يقول لك قبل يوم. قبل يوم قاطع. قال عيني دولة عسلتين حرارية لعيد الحرارية موجودين حكومة واقفة. فوق بس كم الكاميرا هاك صور هاي مال مندسين كانوا داخل الجراج احزاب غني وغني هاي مال ديتش يستخدموها يدتشون العالم فهي. ذن الدتش متظاهرين ذن اللالنكيات شوفون يدتشون بيه المتظاهرين خاطر لا حد قدامي هنا ولا ذاك ذاك قدام مالته واحد صديقه ده نقضه زين قلت له ضربوه برقبته ليش؟ ليش ايش؟ يا متى يعني هذا الدم العراقي يصيح بالقاع؟ انا قدامي ابو انا ابو تاكسي هنا ذيك التاكسي مالتي اجوا منا كيرمون قصي 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 وشباب بعزل ورود هنا تتمطل بنص الشارع ادري وينكم يا حكومه؟ وينكم؟ انتم مو بحمايتنا زين هاي السيارات اللي واقفه هناك بنص الشارع يم الشيخ عبد القادر القيلاني وينه؟ عمي كنا العراقيين مبيوعين هاي كلها العراقيين اللي واقفين هنا الابطال الشرفاء اللي شايلين بس العلم العراقي زين كلها ابطال كلها مبيوعين بس نقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر منهم ان شاء الله والله يكون فوقهم ان شاء الله الله لهم بالمرصاد كل شاب وقع على ارض هذه الشريفه زين يسوى الحكومه باكملها زين والله العظيم عمي هذول قتلوا العراقيين بالجمله ايش قد صارت منزله الناصريه زين وباقي المحافظات اللي برح اللي صار اكثر زين نعم عمي دخلت هي باحيه الجهه اللي دخلت البارحه زين منا انا اول ما طبت ثلاث بيكمات والله دبوا عليهم من الصبات من عمي هم طلعوا عقوبات عقوبات على قيس وعلى على كم واحد طلعوا العقوبات بهاي شبابهم زين لو لا طلعت عقوباتهم امريكا البارحه لما عاقبتهم البارحه امريكا سوت عليهم عقوبات على الميليشيات طلعت ثارهم بهذول الشباب لا حد يخاف زين لو لا كلها معروفه العصابهم والخال وجماعه مدري منو حزب الله كلها نعرفه زين لو لا هسه اللي يريد يدشني خلي يضرب وبيناتنا هسه ملتمين امي زين لو لا كم على ابن ابي طالب زين لو لا شنو على دمنا انتم زلم انت مخريه قالوا له وش السيطرات يموتون من السيطرات زين لو لا سكينه ما يخلون تعبر شي عبر سيطرات بكيسيات بنادق بكيسيات من يعبرهن ابوي يعبرهن
لو امي واقفين بالسيطره وينهم؟ زين لو لا؟ لا معروفين كلهم معروفين، واحد واحد نعرفه. رساله بدي اوصل لك بعد التحرير. بس جماعه الشفق الصفر ما خلاهم يطبون، خافوا من عندهم استحبوا. جماعه الشفق الصفر السيطره انا نقيب حاجيته نقيب نقيب، قلت انت شو ادخلهم؟ يقول لي ما عندي سلطه، اذا الدوله يا ما تعمل نفسها شو تعمل الشعب؟ الحاسب اول شيء وزير الداخليه هو من الاحزاب، وزير الدفاع من الاحزاب، هم كلهم ميليشيات احزاب، شلون يحمون البلد؟ الطرف الثالث هم الاحزاب، هم قلت له الشعب العراقي من قزاقستان، بيزات الناصريه منو قتلهم؟ منو قتلهم؟ من 11 اكتوبر ولحد الان ما عرفوا منو قاد الشعب العراقي، يعني شلون يعرفوا قاد الشعب العراقي؟ بس قل لي، منو قاد الشعب العراقي؟ زين؟ منو قتلهم الاحزاب؟ استاذ باعوا الخصاد من قصتك، احنا نبقى ما ما قتلونا ما ما يذمونا لقى سلمية وبعد ما نطلع الحرام لقى عدل هم عوجان احنا لقى سلمية لقى سلمية واحنا وياهم المليون نتصل بالله زين هم ويا الشيطان ونتصل عليهم ما سليماني ولا حمداني احنا نحن نتصل عليهم كلهم سيد الشمري ما كلهم عصابات هم كلهم عصابات زين ابسط شيء ابسط شيء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عندنا ابسط شيء هسه حاله عندك عد الاجانب نحكيها باللغه الدارجه عد الاجانب النمله من تقرص البشر يطبون ليش تقرص شعتها ليش يطبون يريدون يعرفون العله ليش تقرص البشر هاي بالاجانب احنا هنا العراق البشر ده يموت ما حد يطلع وراه نريد نعرف هاي الفصائل منين قاعد تجي نريد نعرف منو ويانا منو علينا انا اليوم من نرد احكي على الوطن انا اتعجب على واحد يقول ماكو وطن لا موجود وطن انا اليوم من نحكي موطن عراقي شيء يعجز اللسان عنه انا من نقول على العراق شيء ما اعبر عنه ليش لان هذا وطن عراق لغه عربيه اصعب لغه بالعالم اللغه العربيه زين تعال لي اقعد وياي وخلنا نسولف انا اليوم ارد اجيب اقول عندي مرجعيه اذا اقول مرجعيه هنا يقولون هذا وياهم انا اليوم اذا اقول مرجعيه وياهم زين منك تجي البشر كم قانون عنده البشر عنده ثلاث قوانين قانون الدولة قانون العشاري والأعلى سلطة قانون الله سبحانه وتعالى قانون الله سبحانه وتعالى دولة وعشار وقانون الله احنا هسه متكلين على بس قانون واحد والأعلى سلطة هو قانون الله سبحانه وتعالى وداعتكم انا من احكي ما اقول انا ابن فلان انا شمر وجميل مو من عندنا جميل هذا ذويل وامريكا انا شمر لكن اقول عراقي اقول عراقي انا اقول لك عراق واخصمها لك بكلام واحد واحلف لك هو حق دم الشهداء هو حق المجزرة صارت البارحة اقول لك سوف يأتي يوم سوف يأتي يوم ينقلب الاسفل بالاعلى والاعلى بالاسفل وسمعونا صلوات بأعلى صوتك عم الله يسعدك بارحة احنا واقفين احنا حمامين نشتغل بالشورجة نشتغل احنا بالشورجة جيت بالدراجة كمل الشغل اذا عندنا بيكامات اثنين بنحملين ونطلع وين برا صافي طبعا الثلاث بيكامات ما ينعرفن وقفوهم الدوريات انا احد احكي لك شنو قوات الشغب طبوا سياراتهم طبت نباوا احنا الفيلم طبعا الثلاث بيكامات ابو هذا ذولا جماعه الرئاسه مفترين من هناك ما خلوهم يطبوا البيكامات ورا شويه حاوضتهم سيارات مال الدوله شو نطب لنا سيارات اذا انتم ما خليتهم يطبون شو انطبوا هم جو منك بينين كلهم مدنيين لابسين ها ولابسين كليتات اعطيك اياه يجي وبيهم شفقات لابسين احنا دا نشتغل زين وصلوا لهنا احنا دا نشتغل ماكو ما طولت اقل من ربع ساعه كان يبدا الرمي بس طبن السيارات بدا الرمي تباوع انقلبت الدنيا قلب دوريات يطبون كل عشر جاي ويا اللي اسبوع ياخذوا الدوله يا الدين اسمو ياخذوه عنده شيء ما عنده شيء دي ياخذوه وين الحصار نحن بالمحلات ايه من عدد من مون عدد ايه من عدد زين دولة مين جوي مين طبوا اذا دولة ما تدري بيهم زين وين الدولة اي اكو دولة زين الدولة وينها اكو دولة استاذ نقول لك احنا دولة لا لا الدولة وين الدولة ها الدولة بس تقتل بينا الدولة تقتل بينا البارحة الضباط رحنا لهم قلنا لهم تعالوا خلصوا جماعتنا وهاي يقولون ان احنا ما نقدر لا حول ولا قوه الدوله البارحه هاي طبت منين طبت هاي السياره البارحه طبت منين ماكو دوله
احب اصور لي كاميرات مو هاي الدولي. احنا ما نطلب شيء من الحكومه لان ندري الحكومه مو انه بس هاي الحكومه بس هاي الكاميرات خلي يطلع لنا السيارات اضربك باقي الكاميرات كلها هاي الكاميرات خلي يطلعوا لنا اياها يلا هسه ما راجي شيء حتى لا طرف ثالث ولا هاي الكاميرات خلي يطلعوا لنا اياهم كاميرات مال عمليات بغداد هاي يعني الدوله تطب منا البارحه يطبوا يذبحون العالم ويطلعون الدوله وين راحت هاي تجي من باب عظم نجاة سيطرات وكلها اسوات وعليك السيارات كلها احاديه يعني البارحه يطبون يذبحون العالم ويطلعون ليش 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 كل ما تخطب المرجعيه كل ما تخطب المرجعيه لو مفخخات لو طبوا العالم يذبحونها خطبه ذاك اليوم المرجعيه طبوا مفخخه خطبه وراها ذبحوا ذيقار خطبه البارحه ذبحونها ليش شنو السالفه عم عمار حتى المرجعيه لا تخطب هسه خطب جاي ذبحونا ليش دراج قتلة الناس لا بيها ولا عليها هاي طبعا تفتيش تليفونات اخذوه من الناس ما خلوا فلوس وتليفونات ياخذون بعد هاي حكي بالتليفونك ذب فلوسك هذا الحكي كله تليفونك وفلوسك الحكي هذا كلية الحكي تليفونك وفلوسك وكتله هذا الحكي كلية هيك هذول اللي كانوا موجودين اللي كانوا موجودين هنا والناس عدوا على الجسر يرمون على الناس صوبونهم بالعشرين واحد ثلاثين واحد من عدل مات على فكرة من عدل مات يعني يلا هذا شو يحمل يحمل قنابل هاي شايف فراشاتهم وسلمية وكل شيء ما عندهم الله وكيلك ومحمد سبيلك ناس تقول العصائب وناس تقول بدر وهم مليوصة بدر والعصائب شيتوا على هاي الناس وكل شيء ما عند هاي الناس فقرة بعد الله وكيلك كل شيء ما عندها شيتوا عليها بالكتين وانظروا كتل حلال هواي قتلوا ناس هواي قتلوا احنا من الديوانيين الله شو مسوين بيها نعم نعم واحنا كلنا سلمين ما عندنا كل شيء تقل عزته كل شيء ماكو وهاي خيمتنا كل شيء ماكو وهاي شو مسوين بيها شن بمرت بيها كل شيء ماكو الله وكيله كانت والله عصابه شيته تسلبونا موبايلاتنا وقتلوا بالناس قتل حلال عربت له لا والتصوير ان شاء الله ينبث وتشوفون عصابة هاي مو ميليشيات بدر وعصائب ومدري منو هم ميليشيات وعصابات بعد استاذ شوف اكو سلاح جيني هذا الطابق هذا بي بس اهل الديوانية كلهم اهل الديوانية ناس محافظات ناس مسالمين جاية من اجل حقوق بسيطة جدا مو مال السلاح احنا ما عندنا هاي ثقافة السلاح ولا عندنا ثقافة الدم هاي ثقافة الدم والسلاح لهم احنا ناس سلميين لا اكثر ولا اقل احنا ناس معتصمين بروح سلميه لا اكثر ولا اقل قوات الامنيه ما تقدر تتدخل كلش لان هي متواطئه وياهم شوف انت عندك امن وطني وامن اقتصادي وجهاز ومدرشيني وقوات امنيه واتحاديه كل هذا وما قدرت لهم اجوا الجيش رموهم شيلتين على الجيش عافوا مكانهم وشردوا بربك هذا الجيش يحميني عندي مؤسسه عسكريه اني يوم اللي شيلتين فوقه يشرد ويعوف هاي الوالم تتذبح هاي الناس المسالمه يعني بالخمسين واحد البارحة مقتول هنا ومن عدل على الشارع اللي اسمه الجسر الرايح والجاي كاتلين غير اللي احتقلوهم من عدل احتقلوهم من عدل اخذوهم احتقلوهم هاي جماعتنا بعد هاي كوسترين ترسوها ترس والمصوبين والمضروبين كلهم اخذوهم غير بس السلاح بس حتى وصلهم الشارع ما عندنا سلاح ما عندنا جايين سنيين عايفين هنا وجايين هنا هنا علم عراقي وصور لبيكات علمنا العراقي وسلمية فوق هذا التسوح نسلمية الرجال هاي الشباب الراحل والمعتقلين تفرجون عنهم هاي الشباب الخاطفين انتم تطلعوهم والريد تفرجون حق كوسترين اثنين ضبطوهم مخضرهم ولا حربوهم والسكاكين سكاكين كل شيء عندهم مقامات وسلاح وسلاح ورمان حي كل شيء عندهم فاحنا سلمية والريد دم الشباب يرجع والمعتقلين يفرجون عنهم ونرجع ونقول سلمية وما عندنا غير بس العالم العراقي
استاذ ربعنا مصيرهم مجهول، يريد نعرف مصير ربعنا وين اللي اخذوهم، مصيرهم مجهول خلاص، غير نعرف وين راحوا. احنا هذا طابق الخامس من اهل الديوانيه، ناس فقره ما عندنا لا وكل شيء ما عندنا، سلميه فول عرفت لو لا، حتى المخوش انسان ما يبقى بيناتنا، الله يشهد نطرده احنا بعد. فمصير ربعنا وين صاروا؟ قوات الامنيه الهزمه، يقول لك انا ما لي علاقه، شلون هاي بهاي الحاله؟ هاي الناس اللي تكتلت غير واجب القوات الامنيه توقف، تعالوا بويا انتوا شنو؟ انتوا منو؟ انتوا وين؟ ها احنا من واجبنا هذا مو واجبكم. زين هسه احنا لا نعرف جماعتنا اللي تكتلوا ولا نعرف جماعتنا وين ودوهم وسجنوهم. صور البنايه هي البنايه. قلت له حلال؟ قلت له زين وقت له حلال؟ اي اما شوف هذا الدمال الله اكبر هذا دمالتي الله اكبر وهذا الدم هنا هنا اي خلصوا لي هنا لي هاي خالي مالتي اخي الدم الله اكبر اموات اخوي لا اله الا الله صورناه حبيبي صورناه 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 صور